بمناسبة يوم الصحة العالمي يقيم مركز صباح السالم التخصصي يوم توعوي للمراجعين بعنوان نحن معك في تنظيم السكر، وكان اليوم التوعوي يهدف إلى توعية المراجعين وتثقيفهم من خلال فحوصات مجانية والاستشارات التغذوية والعلاج الطبيعي وتوزيع بعض البروشورات. ونحن بدورنا كأسرة مركز صباح السالم التخصصي نشكر جميع الجهات المشاركة في اليوم التوعوي، منهم حملة كان، مركز الماء الاجتماعي والعلاج الطبيعي الذي قام بعض التمارين للمراجعين وتطرق إلى علاج القدم السكري بالليزر. أحب أوجه رسالة لمرضى السكر أن مرض السكر له علاج من خلال ممارسة الرياضة وإنزال الوزن واتباع الغذاء الصحي ومراجعة الطبيب بصفة منتظمة وعمل فحوصات الدورية لفحص قاع العين وفحص القدم وفحص القلب وغيرها. ننصح طبعا مرضى السكر سواء من النوع الأول أو الثاني بممارسة التمارين الرياضية للمحافظة على الوزن المثالي، وننصح طبعا بممارسة رياضة المشي والسباحة والمحاولة للحفاظ على وزن مثالي وتخفيف الوزن والابتعاد عن كل ما يزيد وزن من الوجبات السريعة والمواد الدهنية ومشتقاتها، والاعتماد بشكل أساسي على الخضار والفواكه والأطعمة البسيطة اللي بتحافظ على رشاقة الوزن دائما. طبعا احنا اليوم في مركز صباح سالم تخصصي نقدم توعية اجتماعية، جزءنا الخاص اللي هو قسم العلاج الطبيعي نوفر بشكل عام توعية لمرضى السكر بخصوص مشكلة القدم، قدم السكري، ونستهدف شريحة كبار السن بحيث أن نوفر لهم مجموعة من التمارين خاصة بالاتزان وخاصة باللياقة البدنية وقوة الساعد وقوة الساق لحماية كبار السن من السقوط بشكل عام، أيضا توفير المعلومات الكافية لهم لكيفية الاعتناء بمشاكل القدم فيما يخص مرضى السكر. النصيحة لمريض السكر أن يلتزم بالمواعيد اللي كاتب له هي الطبيب، يجي بمواعيده، لأنه ضروري الطبيب بيتابع من خلال التحاليل ضبط السكر عند المريض. والشغلة الثانية التزم بالتعاليم، التعليمات اللي عطي الطبيب بيعطيها للمريض لازم يلتزم فيها، لأنه هي اللي بتؤدي لتنظيم السكر. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا قسم المختبرات الطبية، حاجة مريض السكر حق التحاليل الطبية هي طبعا وايد مهمة، تعتبر سنوية لقياس السكر التجسسي ووظائف الكلى والكبد والكوليسترول، وعلى أساسها يقدر ياخذ العلاج من الدكتور. ننصح مريض السكر بالحرص على اقتناء جهاز فحص السكر بالمنزل، وكذلك ننصحه بالحرص على حمل بطاقة تعرف من حوله أنه مريض سكر، وننصح مريض السكر بالحرص أن يكون في متناول يديه قطع حلوى أو سكر بحالة شعوره بأعراض هبوط السكر، وننصحه دائما بالاعتناء بقدميه. احنا دائما نحب ان مراجع السكر دائما لما يراجع السكر ويفحص السكر في قسم السكر عندنا يهتم انه حتى يمر علينا بقسم الاسنان علشان احنا نشوف حالته الصحيه بالنسبه حق اللثه وحق الاسنان، فلما يمرنا دائما نقول له تجيب لنا فحص السكر اول ما يجينا ونشيك طبعا على لثته ونسوي له تنظيف وتلميع السكيلينج والبولش، هذا على اساس هو هذا يعتبر كأنه فحص لنا للمريض نفسه، نشيك فيه على أسنانه كلها، وإذا في أي شيء ولا محتاج أي حشوات ولا أي خلع ولا أي شيء نقدر إحنا نصلح له ونعالج له من البداية قبل ما تتطور مسألة اللثة والأسنان طبعا بسرعة تتأثر بالسكر، اللثة تتعب بعدين يوصل التهاب حق العظم، إحنا ما نبي يوصل حق المرحلة هذه، فنحاول من البداية أن نعالج الأسنان واللثة، ونقول دائما نحرص عليه أنه يراجع بصفة دورية على أساس نتفادى أي مشاكل اللي ما نحب طبعا تتطور وتوصل حق الخلع. بسم الله الرحمن الرحيم. أحب أنا أقدم نصيحة بالنسبة لمرضى السكر، الله يشافيهم إن شاء الله. طبعا مرض السكر منتشر ويعاني منه شريحة كبيرة في المجتمع، إن كان أطفال، إن كان مراهقين، إن كان كبار في السن، فالله يشافيهم. أنا نصيحة لهم إن شاء الله ممارسة الرياضة، التناول الغذاء الصحي المناسب الغني بالألياف بعيد عن السكريات بعيد عن النشويات والمعجنات والأشياء اللي يعني اللي تحتوي على مواد صناعية، كله راح يساعد، هذا الابتعاد عن هذا كله راح يساعد في شفائهم. أيضا تناول الأدوية باستمرار وبانتظام حسب استشارة الطبيب، وهو مرض مو صعب يعني، فإذا
يعني التزموا في هذه التعليمات راح ان شاء الله يعني يخف منهم المرض. حبينا مثلا نعطي بعض النصائح التغذويه اللي تفيد مثلا المرضى، سواء مثلا ارتفاع في السكر، الكوليسترول، الضغط. طبعا اي شيء يكون فيه الياف يكون مثلا يشبع فتره اطول، زين. فمثلا مريض السكر يحس بالشبع، ما يرد يكرر الاكل، فيرتفع عنده السكري ويزيد عنده الوزن في نفس الوقت. اي شيء يكون فيه الياف يكون افضل يعني حق الاكل. بالنسبة مثلا عندنا بعد حق المرضى اللي يكون عندهم ارتفاع مثلا في ضغط الدم وما راح يحطون مثلا يستخدمون الملح، في بدائل اللي هي مثلا ممكن يضيف كنكهة تعطيه حق الأكل، مثلا بصل مثلا مطحون، ثوم، كمون، الزعتر البري يعطي نكهة وهم ما يرفع الضغط. بالنسبة حق اللي مثلا عندهم ارتفاع في الكوليسترول، يوم واحد في الأسبوع ممكن يستخدم مثلا بقوليات، البقوليات هذه تنظم عنده نسبة الكوليسترول. ممكن كوجبة خفيفة ياخذ مكسرات، بس لازم تكون نية، قليل منها ينظم نسبة الكوليسترول. أهم شيء أنها تكون نية، أما كثرتها تزيد الوزن، فنحرص أن الكمية تكون قليلة وأن تكون نية. في عندنا بذرة الكتان هم جدا مفيدة لنزول الكوليسترول، ملعقة تكون مثلا في اليوم، بس أهم شيء تكون مطحونة في نفس الوقت. ممكن ننثرها على السلطة، ننثرها على روبة قليلة الدسم، أو ممكن ملعقة نشربها مع كوب من الماء. عندنا بعد الشوفان جدا ممتاز حق نزول الكوليسترول، ممكن هم نستخدمه كشوربة، ممكن ملعقة على السلطة أو ملعقة مع كوب حليب قليل الدسم. أي شيء أسمر يكون أفضل، سواء لنزول الوزن، لمرضى مثلا السكر. فممكن واحد أنه يستخدم الرز الأسمر يشبع فترة طويلة، وهم يسوي كنترول حق الوزن وكنترول حق السكر. بسم الله الرحمن الرحيم. قسم الصيدلية هو القسم المسؤول عن تقديم الخدمات الصيدلانية والعلاج للمرضى بما يتوافق مع وصفة الطبيب. وطبعا الصيدلي هو المسؤول عن التأكد عن من أدوية المريض، جرعاتها، طريقة استعمالها، ويقدم النصيحة للمريض لاستخدام الدواء في أفضل وقت وأفضل طريقة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا كنا متواجدين في مركز صباح السالم لتوعية الجمهور عن عدة أمور. شيء مهم ان احنا مقبلين على فصل الصيف وموسم السفر، فالأشخاص المقبلين على السفر لازم يتبعون طرق وقاية، مثلا وقاية من الشمس، شيء ضد الجفاف. فاحنا بننصح باستخدام المستحضرات المعتمدة من قبل الأطباء، هذا أهم شيء. نتمنى لهم إن شاء الله إجازات سعيدة وبالتوفيق.